أنا ما عندي شيء، يعني ما حيلتي شيء، أولادي صغار، حتى أولادي طلعتهم من المدرسة، بنتي زوجتها وهي صغيرة، ولدي طلع من المدرسة بس عشان إنه يشتغل في أي مكان على أساس إنه يسدد إيجارات. جاتني رسالة نصية من كان مطلوبة يعني الحضور هناك عندهم. صدقي يا أختي خلود إني ما نمت طول الليل، أنتظر بس الصباح يجي ودعي من ربي إنه بشارة خير. يخرج إلى المجتمع بتجاوزات أخلاقية، لا يصح أن يتهم الآخرين بالتجني على حريته، لأن ذلك يعني أنه لا يفهم الأخلاق ويتهم المجتمع بالتحرش به. لا يجوز أن يكون هناك تعامل مع الأخلاق على أساس نفعي. مع الأسف معالي المحافظ في 2019 كان له لقاء متلفز مع الشيوخ والوجهاء، وبكل أسف أعلن أنه السهل بظفار بيتحول إلى وزارة الإسكان، ولم يناقش ورفض المناقشة، وإلى الآن لم يناقش ولم يطرح هذه المسائل. كل الأسئلة من الثانية وحتى الرابعة ظهرا مع خلود العلوي ويوسف الحبسي على هلا اف ام. أهلا وسهلا فيكم معنا مستمعين الكرام، وهذه المرة نتحدث في إطار الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بشأن تطوير محافظة مسندم وتحقيق تنمية شاملة مستدامة وتنويع اقتصادي قائم على المقومات التنافسية اللي تمتلكها المحافظة. أقر مجلس الوزراء إنشاء فرع لجامعة التقنية والعلوم التطبيقية بالمحافظة، وكثير أيضا من القرارات نقترب منها ونطرح الأسئلة على رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم رائد بن محمد شحم. مساك الله بالخير أستاذ رائد. مساء النور وأهلا وسهلا بكم. حياك الله معنا. يعني كيف تلقى أهالي محافظة مسندم قرارات مجلس الوزراء بما يتعلق بتطوير المحافظة؟ بداية الحمد لله رب العالمين، طبعا هي أخبار طيبة وبشائر خير، وأنا أستغل هذه الفرصة بالإصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني أعضاء مجلس الإدارة في غرفة تجارة صناعة عمان محافظة مسندم والقطاع الخاص، وهذا هو شعور جميع المواطنين في المحافظة، أننا نرفع آيات الشكر والعرفان لمولانا حفظه الله ورعاه على اهتمامها السامي الدائم والمستمر بهذا الجزء العزيز من السلطنة. وبطبيعة الحال يعني جميع هذه الأوامر، وسنتحدث عنها بنوع من التفصيل، كلها تصب في يعني تحسين الوضع الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال فيها وتسهيل الأمور بالنسبة للوضع الاجتماعي العام في المحافظة. نعم. طبعا في المحور الأول اللي هو محور الفرع الكلية الجامعة التقنية، نعم، بلا شك وجود مؤسسة تعليمية في محافظة مسندم هو أمر مهم جدا، لأن احنا نفتقر لوجود مؤسسة يعني تعليمية في المرحلة الجامعية. هذا يعني له عدة أبعاد، من ناحية بالنسبة للطلبة من المحافظة سيوفر لهم خيار التعليم يعني دون تكبد العناء أنهم ينتقلوا إلى محافظات أخرى أو الدراسة في الجامعات الخاصة في الخارج أو حتى في محافظات أخرى، مما يعني يسهل عليهم أمورهم. وكذلك هذه المؤسسة التعليمية ستجذب يعني طلبة من أماكن أخرى، وبالتالي هذا سيخلق يعني حركة اقتصادية. زين، دائما المجتمعات اللي تكون حول المؤسسات التعليمية يكون فيها نشاط اقتصادي. من جانب آخر يعني هذه المؤسسة ستكون يعني أيضا صرح علمي سيفيد المجتمع ويفيد المنطقة، لأن دائما وجود مؤسسات علمية في أي مكان يعني يساهم في كثير من الجوانب البحثية والجوانب الأكاديمية والتعاون مع الجهات الأخرى. واضح. أيضا كان هناك مجموعة أخرى من القرارات اللي هي متعلقة بالمناطق الاقتصادية السياحية أو الصناعية الخاصة، وهنا بس أنا أحب أني أذكر بشيء، أن من السنة الماضية من بعد إعادة تشكيل مجلس الوزراء الموقر يعني شهدت المحافظة زيارة
مجموعة من أصحاب المعالي الوزراء وأصحاب السعادة يعني رؤساء بعض الهيئات. وطبعا هذه الزيارات يعني كانت يعني بتكليف سامي من لدن مولانا حفظه الله ورعاه، وكان في متابعات لهذه الزيارات. طبعا كان بدايتها مع معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمعية رئيس سعادة رئيس غرفة التجارة والصناعة عمان، وتلا ذلك زيارة لسعادة لمعالي وزير النقل والاتصالات ووزير ومعالي وزير الاقتصاد، وكذلك مجموعة من أصحاب السعادة. بعدهم كان معالي وزير الإسكان ومعالي وزير التراث والسياحة. والجميع المسؤولين يعني بمعية معالي وزير الدولة محافظة مسندم يعني تجولوا في جميع أرجاء المحافظة، وأنا كنت مرافق لهم في هذه الزيارات. يعني رأوا على أرض الواقع الحياة الحقيقية، كيف الناس تعيش وكيف الصعوبات اللي يواجهوها وإيش التحديات اللي يواجهوها. طبعا جميع هذه الأمور يعني هناك احنا نواجه شيئين، في تحديات يواجهها المواطن وهناك فرص غير مستغلة. جميع هذه الأمور يعني تم دراستها في الفترة الماضية من مختلف الجهات الحكومية، ويعني أخذت طيب. يعني مجموعة من الإجراءات إلى أن الحين بدأنا يعني نشوف بعض النتائج إن شاء الله، اللي نأمل أنه يكون يعني لها أثر إيجابي في المستقبل. بسألك عن هذه النتائج، لكن قبل خليني أروح إلى الجزئية المتعلقة بتحويل ميناء خصب إلى منطقة لوجستية خاصة تهدف إلى توفير الخدمات والمرافق والتسهيلات لتنشيط حركة الاستيراد والتصدير، وأيضا فتح خطوط مباشرة للتصدير. خلينا نتكلم عن هذه النقطة، كيف فعلا هذه المسألة راح تفرق في المحافظة؟ هو يعني بالنسبة لولاية خصب يعتبر تاريخيا ميناء خصب هو الشريان الاقتصادي بالنسبة لها، والاقتصاد في ولاية خصب بالدرجة الأولى كان يعتمد على تجارة الاستيراد والتصدير، وبالدرجة الثانية كان يعتمد على السياحة. طبعا العالم يتطور ولابد أن نواكب التطور هذا. قامت وزارة النقل والاتصالات بطرح يعني دعوة للشركات المهتمة بالتقدم لإدارة وتشغيل الميناء، وأعتقد أن آخر يوم لتقديم طلبات الاهتمام بالموضوع هذا تنتهي بكرة. الفكرة أن يعني هذا كنوع من الحوافز اللي تكون متاحة للمشغلين اللي بيحصلوا على حق الإدارة والتشغيل. طبعا نتأمل خير ونشوف إيش النتائج اللي بتوصل لها وزارة النقل والاتصالات مع الشركات المتقدمة لهذا المشروع. طب أهمية أيضا إشهار منطقة محاس كمنطقة اقتصادية، يعني خبرني شوي عن هذه المنطقة، وين موقعها؟ هي هذه في الأساس هي منطقة تم تحديدها كمنطقة صناعية يعني تابعة لمدائن. تم تحديد الموقع، وحاليا يعني حسب فهمنا الموضوع على أساس أن يعني يتم تطوير البنية التحتية اللي فيها وتخصيصها للجانب الصناعي. طبعا بالاستفادة من بعض الحوافز، لأن كما هو معلوم أن المدن الصناعية يعني ما تشملها الحوافز الضريبية مثل المناطق الحرة والشسم، لكن هنا ربما بحكم أنه طبيعة محافظة مسندم وكذا ممكن أن يكون يعني بعض الحوافز تجذب بعض الصناعات فيها. طيب جميل يا أستاذ رائد، تحدثني عن مجموعة من الزيارات الميدانية اللي قاموا فيها أصحاب المعالي وأيضا أصحاب السعادة للولاية للمحافظة، وشفنا صورهم وشفنا أيضا يعني الجانب الإعلامي في هذا الموضوع، وقلت لي أنهم يعني شافوا التحديات اللي تواجه المواطن، التحديات اللي تواجه أيضا الاستثمار في المنطقة. اليوم قلت في بوادر، لكن هل هذه يعني هل هذه البوادر أو هذه الأمور الإيجابية تتناسب مع فكرة أنه يجب أن نتحرك بشكل سريع على مستوى محافظة مسندم؟ طبعا لكل شيء بداية، ودائما يعني الطموح سقف الطموح عالي.
احنا دائما يعني نتفائل بالخير، ونحن يعني ممكن الانسان يتمنى شيء مثالي جدا، لكن هل يكون هذا الشيء واقعي او قابل للتحقيق؟ احنا لازم نتحرك ضمن الموارد المتاحه، وضمن يعني لازم ننفذ شيء فعلي، لازم يعني يكون في خطوات ملموسه زين، لان العبره بالنتائج دائما. واحنا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا يعني اليوم خطوه تعتبر خطوه كبيره وخطوه مقدره، ويعني كل الناس سعيدين فيها والجميع متفائل فيها، والحمد لله رب العالمين. تفاؤل شيء، التفاؤل شيء طيب، والعمل ايضا على ارض الواقع شيء طيب. اعطيني استاذ رائد، شيء تغير بعد زياره معالي الوزراء للمحافظه خلال الفتره الماضيه؟ اعطيني شيء واحد بس. هو مش مسألة شيء واحد، ولكن في أشياء يعني مثل لحظة، أنا خليني أعطيك أنا شو اسمه. طبعا هناك بعض أصحاب المعالي كانوا يشتغلوا على أساس الأمور المتعلقة بوزاراتهم، زين كيف إحنا ممكن أن يعني إيش الأشياء المطلوبة في وزاراتهم، في أشياء مطلوبة على مستوى الحكومة، أو أن تحتاج هذه الخطوة اللي أعلنت اليوم، يعني خصوصا احنا لما نتكلم عن مناطق اقتصادية ذات طبيعة خاصة، هنا نحن نقدر نصيغ بعض القوانين او بعض الاجراءات بما يتناسب مع وضع المحافظة والتحديات الموجودة فيها. زين، سابقا كان يتم التعامل مع الموضوع بطريقة الاستثناء، زين هنا نحن سنتغير من فكرة ان نسوي استثناء لكل شيء، الى ان احنا نسوي لا احنا نصيغ الشيء الفلاني بالطريقه هذه، بحيث ان نعالج المشكله بشكل جذري. نعم، ويتناسب مع المنطقه وخصوصيتها. نعم، انت سالتي سؤال انه اوكي ايش سووا. طيب احنا مثلا، انا اعطيك على سبيل المثال وزاره النقل والاتصالات. جميل. وزاره النقل والاتصالات، ما هي التحديات التي تواجه محافظه مسندم؟ من ضمنها مساله الربط صحيح الجوي والبحري. زين. طيب وزارة النقل والاتصالات هي وتقنية المعلومات هي وزارة يعني الوزارة الحكومية، يعني هناك في عدة جهات، كل جهة عندها مسؤولية مختلفة أو رول مختلف. فالحين مثل وزارة هي تضع السياسات وتمكن البيئة اللي تحفز القطاع، أوكي؟ فهم جو وقالوا خلاص أول خطوة، طرحوا فكرة أن مناقصة الطائرات البرمائية، زين، اللي على أساس أن على مستوى السلطنة، ولكن من ضمن الشروط اللي حاطينها أن أنت إذا بتشتغل في مسقط لازم يكون عندك في مسندم وتسوي ربط مثلا. زين، في مسألة فهذه مناقصة مطروحة حاليا، جو في مسألة مينا خصب، طرحوا الدعوة وأنا قلت لك أنها تنتهي بكرة، ومن ضمن الأشياء اللي هم حاطينها في الإعلان أن مسألة الربط البحري بين مينا يعني الشركات اللي بتتقدم لازم توضح هذا الجانب. نعم. يعني فهم يعني يحطوا ايش البيئه اللي هم يعني كيف يحفزوا ان حل المشكله بالتأكيد. وهكذا في طيب ترى استاذ رائد، انت قلت انه احنا لازم نكون متفائلين، فعشان احنا نكون متفائلين لازم نشوف نتائج على ارض الواقع تخلينا فعلا متفائلين ونتريى خير، صح ولا لا؟ لا شك. نعم. هذا انا طيب. يعني هذا الكلام اللي انا هذا شوفي انا اقول لك شيء يعني هذا الكلام اللي انا اقوله، احنا يعني لازم نكون واقعيين ولازم نكون عمليين. الخطوه اللي صارت اليوم خطوه ايجابيه جدا ويعني طيب. واعده جدا ومقدره من الجميع بالتأكيد. ولها ما يتبعها. طيب. يعني انا حابه اسال عن دوركم انتم خلال الفتره الجايه المقبلة كغرفة لتجارة وصناعة عمان، لدعم كل يعني هذه اللي أقرها مجلس الوزراء، وأيضا لمتابعة الأمور كما هي في السابق، وين راح يكون دوركم؟ طبعا احنا كنقطة بداية، احنا أول شيء لازم نحدد ما هو دور غرفة تجارة وصناعة عمان من ناحية قانونية. احنا من ناحية قانونية عندنا ثلاث أدوار، دور أول دور تنفيذي، وهذا ربما ما يكون يعني جانب كبير هنا، اللي هو مسألة الأعمال المباشرة اللي تسويها الغرفة، التصديق والتسجيل والأشياء هذه، هذه خدمات مباشرة. زين، هذه تسهل من عملية ممارسة الأعمال. زين،
لكن في عندنا جانب آخر اللي هو أن الغرفة هي المستشار الاقتصادي للحكومة، دورها الاستشاري. طبعا في الفترة الماضية أثناء إحنا لو أخذنا فقط الزيارات اللي قام بها أصحاب المعالي الوزراء، كانت الغرفة دائما حاضرة في هذه اللقاءات واستضافتهم في لقاءات مع أصحاب الأعمال ومع المجتمع بشكل عام. وكان يعني رأي الغرفة فيما يتعلق بما هي التحديات وما هي الفرص وما هي التسهيلات المطلوبة دائما حاضرة. احنا قدمنا جميع هذه الأشياء في الفترة الماضية. إنزين، الدور الثالث اللي هو تمثيل القطاع الخاص من حيث انه ايش مطالب القطاع الخاص، وهذه ايضا قدمناها من خلال الأشياء اللي قمنا فيها في السابق. في المرحلة القادمة أنا أعطيك يعني المبادرات أو المشاريع اللي نحن قائمين على تنفيذها. طبعا في مشروع يتمثل في إنشاء شركة مساهمة مقفلة لأبناء محافظة مسندم كشركة أهلية. طبعا هذا المشروع ما أنه مشروع يعني جديد، يعني له فترة الحين إحنا نتكلم فيه زين، لكن الحين بدينا الخطوات العملية فيه ويمكن يرى النور في القريب العاجل جدا. زين، والشركة حاليا في القريب العاجل يعني كم متى مثلا؟ عطيني موعد يعني تقريبي. نتكلم شهرين. زين، نتكلم خلال شهرين. زين، لأن هي في إجراءات التأسيس القانونية. زين، أنا قبل شوي يعني استلمت المسودات الأولية من الفريق القانوني. زين، بس طبعا كان عمليه التاخير مرتبطه في يعني لان هذه الفتره موجوده لنا فتره نتكلم فيها، لكن ايضا يجب ان يكون الشركه عندها مجموعه من المشاريع لتنفيذها، هذه المشاريع يجب ان يتم دراستها، يعني في بعض الاشياء يجب ان يكون فيها تفاهمات مع بعض الجهات الحكوميه. فالغرفة دورها هنا في الموضوع ان هي ميسر لتاسيس هذه الشركه. زين، وهذه الشركة يعني ممكن تكون يعني وعاء استثماري لأبناء المحافظة. طيب، وكذلك أن من خلالها يعني يتم تسريع تنفيذ مجموعة من المشاريع الخاصة يعني. طيب، اللي نتكلم عنها ضمن الشسم. أيضا نحن طرحنا مشروع بناء مركز خصب للمعارض والمؤتمرات. هذا بيكون أول مبنى مكاتب في محافظة مسندم، وأيضا بيكون أول قاعة معارض ومؤتمرات متخصصة. نعم، يعني وبيكون شيء يعني بمواصفات إن شاء الله يعني تكون جيدة. والمناقصة المفترض أن نسندها بالنسبة للمقاول تكون إن شاء الله خلال شهر 8 بإذن الله تعالى. إحنا نرجو لكم كل التوفيق إن شاء الله تعالى، ونشوف كل هذه القرارات اللي أقرها مجلس الوزراء على أرض الواقع في محافظة مسندم. شكرا على وجودك معنا أستاذ رائد، بارك الله فيك. أنا أضيف نقطة أخيرة. تفضل. إذا سمحتي لي أخت خلود. تفضل. طبعا مثل ما أكدنا يعني الجميع يبحث عن النتائج، بس لكل شيء بداية. احنا نبتدي وبعد ما نبتدي لازم انه يكون في تضافر للجهود من الجميع. بالتاكيد مولانا حفظه الله ورعاه اعطانا يعني الدعم واعطانا القاعده اللي نشتغل عليها، يبقى الان تعاون الجميع وتكامل ادوار الجميع لتحقيق النتائج. ما في شك في هذا الكلام. شكرا لرئيس غرفه تجاره وصناعه عمان بمحافظه مسندم الاستاذ رائد